وشحك إياه حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه وسام الحب أنك تحب الله ورسوله. سكير حتى الثمالة يآكل الخمر، فقال هذا السكير أم محمد صلى الله عليه وسلم يقول ويمدحني وأنا في حالة السكر، أم محمد يمدحني؟ فيقول الصحابي نعم، فيقول والله لن أعاقر الخمرة ما دمت حيا. بسبب ماذا؟ بسبب المدح. امدح ابنك، امدح بنتك، ولو كانت قد حادت عن الطريق السوي، ولو حادت عن الطريق امدح، لأنه حينما يسمع المدح الأبوي أو المدح الأمي الإنسان يتفاعل مع نفسه مع هذا المدح، فيقول لماذا أنا على هذا الطريق وأبي يحبني وأبي يمدحني وأبي يحبني الخير؟ والله لن أعود إلى هذا الطريق المنحرف أبدا ما دمت حيا. هذا هو الطريق الثاني حتى تصل أيها الأب إلى قمة القدوة والأسوة. الطريق الثالث، أحضن ابنك، أحضن بنتك. كان الولد صغيرا أحضن، كانت البنت صغيرة أحضنها، كان الولد كبيرا أحضن، لأن هذا الحضن وهذا الحضن يدل على الحب، يدل على ماذا؟ على الألفة، يدل على الوئام. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وهو مريض، فتدخل ابنته البتول الطهور، فماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يقوم ليقبلها، يقوم لبنته، ثم يقبلها بين عينيها، ثم يجلسها في مكانه، ثم يجلسها في مكانه الطاهر صلى الله عليه وسلم. الطريق الثالث أحبتي في الله، أن ندعم أولادنا وبناتنا بالخير. والله حينما أجد أناسا وآباء وأمهات في هذا المسجد مع زوجاتهم ومع فلذات أكبادهم يأتون بهم إلى المسجد ويسحبونهم إلى بيت الله تبارك وتعالى ليتعلموا القرآن ويعطونهم دروس الدعم في جميع المواد وبالخصوص في المواد الشرعية الدينية الإسلامية، فهذا يفرح في هذا البيت الرباني في هذا البيت المولوي. حينما أجد شبابا وحينما أجد أطفالا صغارا مع آبائهم ومع أمهاتهم، هذا يثلج الصدر، لأننا ندعم أولادنا بالأخلاق، ندعم أولادنا بالسلوك الحسن. لو تعاملنا أحبتي في الله بهذا التعامل الرباني، أولا بشاشة، ثم مدح، ثم حضن، ثم تدعيم بالأخلاق الدينية والأخلاق الإسلامية والأخلاق الشرعية، لوصلنا إلى أعظم كنز، أن نربي أبناءنا على طريقتنا الدينية الإسلامية، ولقيل فينا كما قال الله تعالى في عائلة طيبة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. من هم هؤلاء أهل البيت؟ هذه الرحمة الربانية نزلت على هذا البيت الطاهر. من هذا البيت الطاهر؟ البركة الربانية نزلت على هذا البيت الطاهر. من هو هذا البيت الطاهر؟ إنه بيت إبراهيم، إنه بيت إبراهيم خليل الرحمن، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ولذلك أحبتي في الله، خلاصة ما تكلمنا عنه في هذا الموضوع، على أن موضوعنا في دقيقة، خلاصة ما ذكرناه، على أن موضوعنا كان حول أكبادنا بين التربية والتسلية، وتكلمنا في البداية عن المحور الأول، عن أعظم كنية يتمناها الذكر والأنثى، أن يكون الذكر أبا وأن تكون الأنثى أما. ثم تكلمنا عن الصفة الأخيرة من صفات عباد الرحمن، أنهم يدعون الله تعالى
أن يخرج الله تعالى من زوجاتهم وذرياتهم وأصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى ومن يعبدوه حتى يكون هؤلاء الأولاد والبنات قرة أعين آبائهم وأمهاتهم مصداقا لقوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم تكلمنا عن بعض الآباء الذين يبرهم أبناءهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يرون فيهم النجمة والقدوة والأسوة، هؤلاء آباء ناجحون، والأمهات كذلك. أما إذا كان الأبناء يبرون آباءهم لأجل أنهم آباء بيولوجيا فقط، والله هذا أب فاشل. ونفس الكلام يقال في الأم، إذا كان الأبناء والبنات يبرون ويحسنون ويكرمون أمهم لأنها أمهم فقط بدون نجم وبدون أخلاق وبدون قدوة، والله إنها أم فاشلة. وتكلمنا كذلك أحبتي لله عن الخريطة الرباعية التي تؤدي إلى أعظم تحدي للأب تجاه أبنائه. ما هو هذا التحدي؟ إنه تحدي القدوة، تحدي الأسوة، لأن الأبناء لا يريدون مواعظ ولا نصائح ولا إرشادات فحسب، وإنما يريدون نماذج تمشي على الأرض. ولهذا إذا أراد أي أب وأية أم أن تصل إلى هذا التحدي الأعظم وهو تحدي القدوة والأسوة، أن يكون على هذا الطريق الرباعي. أول طريق، طريق البشاشة مع الأولاد والبنات. ثاني طريق، طريق المدح ولو كان الأبناء والبنات خارجين وخارجات عن الطريق والمهجع الصحيح. فما عليك إلا تمدح، والله سيرجعهم الله تبارك وتعالى إلى حظيرة الدين وحظيرة الإسلام. ثالثا الحضن، احضن كما كان محمد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يحضن أبناء وبناته. الطريق الرابع وهو طريق الدعم، أن ندعم أبناءنا كل مرة وكل حين بالأخلاق والسلوك. وهذا ما رأيته في هذا المسجد يثلج صدري ويفرحنا جميعا، أن نرى أبناءكم الصغار معكم في بيت الله في مسجد الفاروق في هذا المسجد، والله هذا دعم لهم خلقيا ودينيا وشرعيا وقرآنيا وسنة، والله هذا يفرح ويفرحنا جميعا حتى نصل في الأخير إلى الكنز العظيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. بارك الله فيكم وأصلح الله ذريتنا وذريتكم، وأصلح الله أبناءنا وأبناءكم، وأصلح الله بناتنا وبناتكم، وأصلح الله زوجاتنا وزوجاتكم. بارك الله في هذه الجماعة الطيبة، وبارك الله في مسؤولها العظام، وبارك فيكم جميعا صغارا وكبارا رجالا ونساء، لأننا نسمع عنكم من كل صوب وحد كل خير، عن أنشطتكم عن أئمتكم عن كل شيء، والله هذا يفلحنا وما زال الإسلام بخير. بارك الله فيكم وفي مسؤوليكم وفي أئمتكم، وبارك الله في الجميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.